غنمشيو الاخبار المشاهير فني ورياضي طبعا. اش قلتي هشام في الكواليس اليوم بحال جيت؟ اليوم جيتي بحال اللي كاين لمياء وهشام عاملين البرنامج واستضفنا لاعب المنتخب الوطني. واو بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم على الدعوة وانا فرحان فرحان جدا انا فرحان جدا انني نكون معكم، والوالده كتسمع لكم بزاف وكتسلم عليكم، ودائما فاش كنشد الطريق كنسمع لكم، وكتعجبني هذيك الامبيونس اللي كتكون عندكم في قهوه الصباح تاكتيكمون فيزيكمون وكت... الحمد لله. اخبار المشاهير فني ورياضي، ولكن البدايه ماشي بلا مياء اليوم. يلا وانت جاي لابس المنتخب بيان سور ما تكونش بدايه بيا. نبداو بيك محمد. البدايه بيا يلا وتتم الخب. تكلم على الاداء ديال رونالدو. لا 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 والبدايه بيا وتتم الخبر اللي قلت البارح، غير اليوم جبتو من المصدر من عندهم بما ان ديالنا باقي ما دواوش ولكن ديالهم دواو. يلا جبتو من صحيفه اونز ليون الهولنديه. واو 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 هذه الثقات واش باقى هذه كاينه هذه في السوق هذه الجريده؟ صحيفه اونز ليون الناطقه باللغه الهولنديه والمتخصصه في اخبار المحترفين المغاربه في الدوري الهولندي قالت ان اللاعب اسامه الادريسي اختار رسميا تمثيل المنتخب الوطني عوض المنتخب الهولندي. لاعب نادي أزاد الكمار الهولندي طلب يعني توجه طلب الى الفيفا شارلي داز باش يغير الجنسيه ديالو الرياضيه ويتمكن من حمل قميص المنتخب المغربي في المستقبل القريب. اسامه الادريسي اللي كان شارك في المعسكر الاعدادي اللي كان جرى المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي الكاميرون، المباراه هذه اللي كانت برسم أمم إفريقيا، وكذلك المباراة الثانية اللي لعبناها ضد تونس الودية، يعني ما لعبش هذه المباراتين بسبب اتفاقه مع الناخب الوطني إيرفي غونار. ودابا رونار علق على اختيار أسامة الإدريسي للمغرب وقال مرحبا به في داره. بالتأكيد غيكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني. صحيح، وتحية لداكشي اللي كيقدموا مع فريق أزيد الكمار. زيد المنتخب الوطني المغربي. انا خبر عندي متعلق مسرحيه الساكن، هذه واحد المسرحيه اللي هي طبعا فيها سامي اقريو وفيها عبد فيها نوره السقالي وفيها عبد الله ديدان ومحمد الورادي ونوراء قريشي. مسرحيه الساكن غتعرض نهار السبت في مسرح استوديو الفنون الحيه، استوديو فنون الحيه، استوديو دي زار فيفون. استوديو دي زار فيفون اي على راديو ار تي ال. علمنا قولينا نوجدو نجيبو الديكسيونير نعرفو شنو غتقول. واش ارتجلت صحيح؟ برافو كنصفقوا لك. الله العظيم توحشت تراني لحظه اتاكد توحشت لك مولير توحشت. طبعا هذه المسرحيه الساكن غتكون في هذا الاستوديو كيف ما قلنا نهار السبت ابتداء من 8 العشيه. ساميه قري والممثله المغربيه كانت عنت في واحد المنشور على انستغرام مشاركه ديالها في العمل التضامني اللي كيهدف لدعم المراه المصابه بسرطان الثدي، فنتمنى التوفيق لهذا المسرحيه. مسرحيه الساكن فرجه مضمونه يوم السبت هناك في استوديو ليزار فيفون. شوف دابا هشام بعد استوديو دي زار فيفون تقدر تمشي دابا انت صافي كملتي. لا ماشي كما تيقول لك كملتي المهمه ديالك صافي بنجاح بنجاح. لا لا واحد الحاجه لا شفتك متفاجئ السي صافي فاجاتك نسيتي ملي كنت كنترجم لك مع واحد بلجيكي في جامعتنا. هذه هي الموسيقى اللي كنجي في الصباح كندخل كنلقى هشام كيسمع ليها ماشي فايق. علاش ديك دي زار فيفون خرجت وصافي الا ما كنتش كتانسبيرا من هذا النوع ديال الموسيقى. شكون هذا كيغني؟ انا عندي خبر على الديفا سميره سعيد اللي كتستعد انها تحيي سلسله من الحفلات الفنيه
وغدير جولة غنائية في مجموعة من المدن المغربية في بلادها. في مرحبا بسميرة سعيد ميسوغ في بلادها تشي في شهر أبريل إن شاء الله. فغتقدم سهرات في مدن مختلفة بينتها طنجة والدار البيضاء والجديدة. فهذا موعد ميسوغ لكل الناس اللي فان وناس اللي تحبوا سميرة سعيد غيسمعوها ميسوغ في الأغاني المغربية وأيضا الأغاني الشرقية ديالها. سميرة سعيد اللي كتحضر ألبوم غنائي جديد من المرتقب أنه يخرج في نوفمبر الجاي إن شاء الله. فمرحبا بسميرة سعيد. غتجي كلها اخبار مشاهير مستمعينا الكرام. أسامة السعيدي هنا مع المنتخب الوطني المغربي. اختار المنتخب الوطني المغربي الساكن في مسرح استوديو الفنون الحية في مدينة الدار البيضاء نهار السبت دعما طبعا المصابات بسرطان الثدي. وسميرة سعيد كلها مستمعينا الكرام كلها غتكون هنايا في المغرب.